هنا سؤال: ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الألباني رحمه الله. ولكن ينبغي لك أن تفهم أن هذا يكون مع حاجة الوالد، فما تحتاج الوالد أخذ من مال ابنه من غير استئذان أنت ومالك لأبيك. أما في حال الاكتفاء وعدم الحاجة فعندها الأب لا يأخذ. وأنت تتصور يا أخي، الأب الذي رباك من طفولتك وجعلك تنشأ وصرف عليك حتى كبرت وعملت وحصلت المال، تتوقع أنه الذي أنفق عليك كل هذه السنين وهو ليس بحاجة سوف يأتي ويأخذ من مالك من غير إذنك؟ أم أنه لو وصل إلى هذه المرحلة وأخذ من مالك أنه لا بد أن يكون قد احتاج؟ والأصل ألا ننتظر من أبينا حتى يصل إلى درجة الحاجة فننفق عليه؟ فالأب يأخذ من غير استئذان والأم تأخذ من غير استئذان عند الحاجة، فهم يطرقون الباب ويفتحونه ويأتون إلى الثلاجة ويأخذون ما يريدون ويدخلون المطبخ ويأخذون ما يريدون. هذا الأب، هذه الأم، لا ننتظر منهم أن يستأذنوا منا، فإن استأذنوك فاعلم أنهم استأذنوك لضعف إيمانك ولوحشتهم منك. إذا كان الله عز وجل يقول: أو صديقكم، الصديق لا يستأذن، فكيف ترضى من أبيك أن يستأذن أن يأخذ من جارور حانوتك محلك 10 دنانير أو 20 دينار؟ ولن يأخذها إلا إذا كان هو 100% بحاجة. فالأب هو معروف أنه يعطي وينفق على أولاده، بل كثير من الآباء سجنوا بسبب ديونهم وعدم قدرتهم على سداد الناس لأنهم استقرضوا من أجل أولادهم. ثم أنت تأتي وتقول: أبي سرق مالي، أنت ومالك لأبيك. لكننا في زمن غربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.